مصر عندها خطة إنه 50% من استثماراتها في 2025 تكون متوافقة مع البيئة، وإنه كمان الدولة المصرية تقود الاقتصاد الأخضر في المنطقة كلها، خاصة إنه مصر هتستضيف في نوفمبر اللي جاي قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ. في إطار السعي للتحول للاقتصاد الأخضر وتزامناً مع انعقاد قمة المناخ 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحركت مصر نحو الاقتصاد الأخضر بشكل كبير ومركز، ونفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية في العالم وهي محطة بمبام بأسوان، بالإضافة إلى عشرات المشروعات الأخرى. الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الإحيائي وتدهور النظام الأيكولوجي. وهذه الاستثمارات أيضاً تكون موجهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية. وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات إلى 30%، كما تستهدف الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025. وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات. وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020-2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعاً أخضر في خطة العام المالي 2020-2021 نحو 447.3 مليار جنيه. وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة و19% في مجال النقل النظيف و26% في مجال المياه والصرف الصحي و39% في مجال الحد من التلوث.